نتابع الدرس السابق حق تمرين البطن. كمل مع فراس. يلا تعال نبدأ. وجهك من هناك. نعم. التمرين الماضي سوينا رفع الرجلين، سوينا القدمين، وناس كثير ارسلوا لي فيديوهات يطلبون رأي انه صحيح ادائهم ولا لا. لا، كان خاطئ للاسف الشديد. واللي بعدكم قلت لكم التعديلات، ولكن برضو حشرح التعديل مره ثانيه. لازم تكون جنب الجدار عشان تعرف المقياس، يعني لو ما في جدار جنبك رجلك تكون هنا وانت تشتغل على الفاضي، رايح هنا ورايح هنا ورجلك شكل مايل، فبالتالي ما حتركز على البطن. برضو لما تكون رجلك في هذا المستوى، اوكي، في هذا المستوى ما حتركز، حتصير كاتم اكسجين، يعني المعده حتصير ضاغطه فوق وما حتستفيد اكثر. فالافضل انه الرجل تكون بشكل مستقيم، الجدار يكون هنا والحيط يكون هنا، تتحرك جنب الحيط، الكوع ما يلمس الارض، اليدين فوق البطن، اوكي؟ تسوي اشوف. ما اوكي، تمام؟ ما في كثير يفشلوا فيها، لا باس، بعدين مع الايام حيصير عندك قوه بطن لما تسوي تمارين البطن السابقه، حيصير هذا باذن الله بالنسبه لك سهل. لو صار سهل يصير عندك القدره لتحريك الرجول في الركلات بشكل افضل، وحتى لما تسوي اي شقلبه حيكون عندك القدره لسحب رجولك والتحكم فيها. بس خلاص، اوكي، الحين تمرين اليوم، نزل رجلك خلاص. تمرين اليوم، اوكي، على مستوانا بالضبط. يلا. من هذا الوضع ممكن انت تمسك الكرسي الساق حق الكنبه او الكرسي او الباب او اي شيء تمسك فيه وتخلي جسمك مستقيم بهذا الشكل، وترفع الرجل الاعلى، اوكي، لهذا المستوى، وبعدين تنزل قبل الارض تطلع مره ثانيه. اذا كان معاك زميل يكون احسن، توصل الى مستوى السره عند بطنه بهذه الطريقه وتنزل، لا تلمس الارض. اوكي، التمرين هذا حنسوي اجباري 100، تمام؟ 100 اجباري بلا توقف. يلا، 1 2، فاكر واحد قبل شيء قال حرب صح؟ 3 4، اوريك الحرب الحين. 1 2 3 4 5، ويستحسن انك تدف يمين وشمال ويمين وشمال، ارفع فوق وشمال ويمين 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 ويمين، ثم لا كمان يمين، ثم يمين، ثم لا شمال، ثم يمين، ثم شمال، ثم شمال، ثم شمال، ثم يمين، ثم يسار، ثم أمام وأمام وأمام، ثم دائرة. لا تلمس الارض، فوق، وسع الدائره، وسع 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 وسع، لا كمل الدائره هناك 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 هناك، ايوه، كمان 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 كمان، اعكس الدائره، اوكي، اعكس اعكس اعكس. البعض منكم يحس تعذيب، ليس تعذيب بل هو تطوير لمستوى قدرات الجسد او البطن، اوكي. هذه التمارينات اللي احنا نسويها لدور الكلاسيك تريننج والتمارين الكلاسيكيه القديمه في الزمان الاول. هذه هي التمارين، كانت بهذا الشكل، جهاد مع الذات، فوق فوق فوق، حلو، دائره دائره دائره، فوق، وصل اعلى 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 اعلى، اعكس. خلاص لمس مثل الارض، اوكي، اسوي التمرين هذا 100 اجباري، وبعد كذا تريح، بعد ال 100 تسوي شوطين كمان 50 50، صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ التمارين هذه يجب تسويها ومعدتك لا هي فارغه تماما ولا هي ممتلئه تماما، تكون في وسط يومك، ممتاز، حلو. وكيفك يا فراس؟ اوكي؟ عرفت الحرب وين؟ التوفيق، يلا.